صلاة جمعة غير عادية في افتتاح مسجد ابن رشد جوته ببرلين، وسط حضور كبير من الصحفيين الذين جاءوا لتغطية الحدث. أما المصلين امرأة ورجل تلوا بالتناوب آيات من القرآن. المصلون بدورهم انتظموا في صفوف يختلط فيها الرجال والنساء. الكل هنا يدركون أن التغيير يخيف الكثيرين، لكنهم يؤكدون على حقهم في الصلاة بهذه الطريقة. أول مرة حدثت داخل حديقة عامة في لندن. عمري في حياتي ما حسيت أن أنا متكاملة كإنسان روح وجسد مثل هذا اليوم. أما خطبة الجمعة فكانت من نصيب المحامية ذات الأصول التركية سيران أتش، الناشطة الحقوقية مشهورة في ألمانيا بدفاعها عن حقوق النساء المسلمات ونضالها من أجل تحسين ظروفهن الاجتماعية. لا يمكنني تقبل أن يتم التخلص منا نحن النساء في غرفة جانبية بشعة، وألا يسمح لنا بلعب دور مهم في المسجد، لأني مقتنعة بأن الله يحب الرجال والنساء بالتساوي، ولذلك أطالب بالمساواة بين الجنسين في المسجد أيضا.